السلام عليكم يا شباب. في الدرس ده هنبدأ نعمل انستول للداتابيس بتاعتنا. تمام، طيب احنا هنستخدم ايه؟ احنا هنستخدم مونجو دي بي. تمام، مونجو دي بي هي نو سيكوال داتابيس. نو سيكوال يعني نوت اونلي اس كيو ال داتابيس. طيب احنا برضو عشان برضو يبقى الناس فاهمه، يعني انت ممكن تستخدم اكتر من نوع من داتابيس على حسب انت عايز تكون نكتب ايه، سواء ماي سيكوال سواء سيكوال سيرفر، اي يكون نوع داتابيس انت عايز تستخدمها مونجو دي بي شغاله مع كل الكلام ده. بس هي النقطة ان مونجو دي بي مع النو سيكوال داتابيز هي افكتيف، فعالة اكتر. تمام كده. طيب احنا عندنا هنا عشان نقدر نعمل انستول لمونجو دي بي عندنا طريقتين، اما ان احنا نعمل لها انستول لوكالي، ان احنا ننزلها على الجهاز عندنا ونعمل لها انستول، او ان احنا نستخدم هوست سيرفيس ان احنا نسيت اب عليه الداتابيز بتاعتنا. وهنا مونجو دي بي توفر لنا اطلس، وفي البلان الفري اللي احنا نقدر نستخدمه ونرفع عليه الداتابيز بتاعتنا. تمام كده. طيب انا بفضل دي، خاصه ان انت الداتابيس بتاعتك بتبقى مرفوعه كلاود، انت تقدر تاكسس عليها لو انت بتستخدم اكتر من جهاز، مثلا جهاز في البيت وجهاز في الشغل، فانت مش محتاج ان انت الداتا اللي انت ضفتها على الداتابيس بتاعتك مش محتاج ان انت تاخدها على فلاش او ان انت تنقلها، لا هي موجوده كلاود. تمام كده. ولو انت حابب تنزله لوكالي مفيش مشكله، يعني الطريقتين متاحين. طيب يلا نعمل انستول كده لمونجو عندنا. انستول مونجو دي بي، هنا هتلاقي اهو ان احنا في حاجه اسمها مونجو اطلس، ومونجو اطلس هي هوستد للمونجو دي بي سيرفيس. تمام كده، يعني بتعمل هوست للمونجو دي بي سيرفيس بتاعتنا. تمام كده. طيب لو انا عايز انزلها لوكال، عندي اهو الكوميونتي اديشن والانتربرايز. سيبك من الانتربرايز عشان هو تقريبا بفلوس، لكن الكوميونتي اديشن عندك على حسب نوع الاوبريتنج سيستم بتاعك تقدر تنزل المونجو دي بي وتسطبها عندك لوكال. تمام، بس مجرد ان انت تفتحه وهتمشي انت حسب الستيبس اللي هو كاتبها لك. تمام كده، ان انت اهو تقدر تنزلها وبعدين تمشي مع الستيب ستيب باي ستيب. تمام كده. طيب احنا هنستخدم اطلس، وزي ما قلنا ده هنعمل هوست للداتابيس بتاعتنا. طيب خلينا نعمل ساين ان، خلينا نعمل لوجن ويز جوجل، خلينا نستخدم اكونت جديد عشان لو مثلا حد اول مره. نعمل اكسبت هنا الشروط والاحكام بتاعتهم. تمام، هو كده بيبدا يجهز لي الكلاود بتاعي. تمام، انت هنا بس شويه اسئله هو بيسالها لك يعني، بس انت برضه براحتك يعني. خلينا ليرن مونجو دي بي او بيلد نيو ابلكيشن، ايه الابلكيشن او تايب بتاع الابلكيشن انت بتستخدمه عايز تعمل له بيلدنج يعني. خلينا نقول مثلا معين اي حاجه يعني، كونتنت مانجمنت، اللغه اللي انت بتفضلها جافا سكريبت. تمام، طيب احنا هنا هنختار الخطة الفري. تمام، احنا مش محتاجين اكتر من خطة الفري، ونعمل كرييت. هتلاقي هنا ان احنا محتاجين نعمل ايه، نعمل الكلاستر، كرييت للكلاستر. انا بس محتاج اقلل الشاشة عشان لو مفيش حاجة ظاهرة. تمام، هنا شيرت. انت هنا ممكن تستخدم الاعدادات الديفولت اللي هو مختارها لك، هنا الريكومندد ريجيون. طبعا انت كل ما المنطقة تبقى قريبة منك، يعني مثلا انا هنا في الشرق الاوسط في ايه بحرين، فالافضل انك تختار سيرفر يكون قريب منك. تمام كده، كله برضو كرييت الكلاستر. ممكن انت لو عايز تسمي الكلاستر اسم معين، بس انا هسيبه زي ما هو الاعدادات الديفولت، واعمل كرييت للكلاستر. طيب خلينا نسكيب الخطوه دي دلوقتي، هنمشي بيها واحده واحده. طيب خلينا دلوقتي احنا دلوقتي عملنا سيت اب للكلاستر بتاعنا. تمام، خلينا نروح لداتابيز، خلينا نكريت داتابيز. هو لسه اهو بيعمل سيت اب للكلاستر اللي احنا عملناه اللي هو كلاستر زيرو. يمكن هو بيقول لك ان هو هياخد من دقيقه لثلاث دقائق، نسيبه بس يعمل له سيت اب. طيب يا شباب كده اتعمل انستول للكلاستر. تمام، انا محتاج دلوقتي ان انا اعمل كرييت للداتابيز بتاعتي. طيب انا عندي الكلاستر اهو، هدوس عليه، وبعدين هروح للجزء الخاص بالكوليكشن. لو انا اوريدي عندي داتابيز محتاج اعمل لها لود، هعمل لها لود من هنا. لو انا ما عنديش هعمل اد ماي اون داتا. طب هسمي الداتابيز هنا مثلا خليها يودمي اي كوميرس، مفيش مشكله. طيب هنقول خليها يودمي اي كوميرس دي بي. تمام، الكوليكشن هنسميه برودكت، احنا بس جاست كمثال يعني، لكن احنا كل ده هنعمله من البدايه. واعمل كرييت. تمام كده،
طيب انا كده عملت كرييت للداتابيز بتاعتي. طيب انا محتاج ايه دلوقتي؟ انا محتاج اعمل يوزر للداتابيز وباسورد للداتابيز دي، تمام كده. طيب هروح لداتابيز اكسس، انا بقى دلوقتي عندي داتابيز. طيب انا محتاج اد يوزر، هعمل اد يوزر، سميه زي ما تسميه، انا هسميه مثلا بغدادي، هنخلي ده الباسورد، هعمل له جنريشن، تمام كده. طيب وخد الكوبي عندك دلوقتي وافتح الملف بتاعك للدوت ان في، البروجكت بتاعك عند دوت ان في، وهنسميه هنا، هنعمل كومنت نسمي داتابيز، وهنا دي بي باسورد، ونساوي ده، والدي بي يوزر هتساوي سميناه بغدادي. خلوهم محفوظين عندك وهنشوف هنحتاج امتى الحاجات دي، تمام كده. وكنا محتاجين كمان داتابيز نيم، احنا سميناها ايه؟ هنرجع لها ونجيبها دلوقتي، كان اسمها يوديمي، يوديمي اي كوميرس دي بي، تمام كده. خليهم محفوظين عندك وهنشوف هنرجع لهم امتى، تمام. طيب انا كده عملت جنريت لليوزر، للداتابيز يوزر والداتابيز باسورد، تمام كده. وهنا بنقول له ايه البرميشن بتاعته، ايه اني ريد اند رايت تو اني داتابيز، تمام. هنعمل اد لليوزر، تمام. حتى وهنا ماشي اهو خطوات، تمام. طيب هنا الخطوه الثالثه اللي احنا محتاجين نعملها ايه؟ ان احنا نعمل نضيف الاي بي اللي يقدر ياكسس الداتابيز دي، اما ان احنا نخلي الاون اي بي الجهاز بتاعنا بس، او نخلي ان انا اقدر اكسس الداتابيز بتاعتي من اي مكان. طيب هنا اليوزر ده اتضاف، هنلاقي هنا جزء خاص بالنتورك اكسس، او ان انا ادوس هنا كده هو هيوديني ليها للنتورك اكسس، اهو قال لك هير، تمام. طيب انا محتاج اد اي بي، عندي حلين، اما ان انا كرنت اي بي ده هيضيف لك الكرنت اي بي بتاع الجهاز بتاعك، تمام كده، او ان انت تخلي ان اي جهاز يقدر ياكسس الداتابيز دي. انا حاليا هخليها اي جهاز، وانت برضه عشان تبقى فاهم، لو انت عملت الكرنت اي بي يبقى انت لو فتحت من جهاز تاني مش هتقدر تاكسس الداتابيز بتاعتك دي، لازم تخش هنا وبرضه تضيف الاي بي بتاع الجهاز التاني، تمام كده. طيب وكونفيرم، احنا كده ضفنا ان اي اي بي يقدر ياكسس الداتابيز بتاعتنا، تمام كده. طيب حاليا احنا محتاجين نعمل ايه؟ احنا محتاجين ننزل سوفت وير، السوفت وير ده يكون موجود على الجهاز عندنا جي او اي، نقدر نكونكت بيه داتابيز، مش كل مره ادخل على مونجو اطلس عشان اقدر اشوف الداتابيز بتاعتي، تمام. فهنخش هنا على داتابيز، هنلاقي هنا عايز اكونكت الكلاستر، الكلاستر ده تقدر تقول الكونتينر الكبير اللي بيحتوي على الداتابيز بتاعتي. طيب انا هنا محتاج اكونكت الكلاستر ده بجي او اي او سوفت وير موجود عندي على الجهاز. لما ادوس على كونكت هنلاقي هنا ان انا ممكن اكونكت بمونجو شيل، او نقدر اكونكت بالابلكيشن، هنيجي دي الابلكيشن اللي هو النود جي اس ابلكيشن، او ان احنا نكونكت المونجو دي بي بكامباس، او مونجو دي بي كامباس، تمام. طيب مونجو بي كامباس ده جاست هو سوفت وير موجود عندك على الجهاز تقدر تشوف الداتابيز بتاعتك تستعرضها جي او اي، تمام كده. طيب انا عندي، لو انت ما عندكش هتنزله عادي جدا مفيش اي حاجه، بعد ما ينزل سيت اب تعمل له سيت اب، تمام. وبعدين اول ما تفتحه تاخد الكونكشن سترينج ده، طيب خده كوبي. طيب انا عندي مونجو كامبس، فانا هفتحه، كده هو فتح عندي، انا اخدت الكونكشن سترينج هنزله هنا، ومكان الباسورد ده هروح احط الباسورد بتاعي، تمام. فانا حطيته هنا اهو الباسورد بتاع الداتابيز، هاخده كوبي، ومكان هنا زي بالظبط ما بتعلم هحط الباسورد بتاعي واعمل كونكت، تمام كده. حاليا هو بيعمل كونكت، فهنلاقي اهي عمل كونكت، وفي نفس الوقت هلاقي المونجي اليودمي اي كوميرس دي بي اللي انا عملت لها كرييت، تمام كده. ولو دخلت هلاقي جواها البرودكت. طيب انا دلوقتي لو مسحت البرودكت انا ما عنديش غير تيبل واحد او كوليكشن واحد في النو سيكوال بنقول عليه كوليكشن، لو جيت مسحته هيحصل ان هو يمسح الداتابيس كلها. طب خلينا دلوقتي نعمله هنا ونتاكد ان هو اتمسح على الكلاود، يعني خلينا نروح الكلاود دلوقتي وندوس هنا على الداتابيز على الكلاستر. لو دخلنا على الكوليكشن هنلاقي ان في داتابيز اسمها يودمي اي كوميرس
دي بي تمام. طب خلينا نمسحها من هنا، يعني خلينا نمسح البرودكت. مجرد ما انا مسحت الكوليكشن اللي جوه الداتابيز هو هيشيل الداتابيز كلها، لان انا اوريدي ما عنديش كوليكشنز تاني. تمام كده نعمل دروب، نكتب اسم البرودكت كده، هو عمل دروب للداتابيز كلها. طب اروح اعمل ريفرش هنا اشوف هي لسه موجوده عندي، هنلاقي ان مبقاش في داتابيز عندي. طيب ولو رحت عملت داتابيز تاني هنا، رحت كرييت داتابيز ونسميها يوديمي اي كوميرس، كفايه يوديمي اي كوميرس بس، ونسميها برودكت، نحط كوليكشن برودكت ونعمل كرييت. هنلاقي بقى عندي في داتابيز هنا موجوده، لو رحنا هنا عملنا ريفريش هنلاقي ان فعلا بقى في داتابيز عندي. تمام كده.